السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم في فيديو جديدة ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ويلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد المنتوجات والابتكارات والاشياء المدهشة للمطبخ والحمام وللمنزل ككل، افكار وحيل لترتيب وتنظيم المنزل، ففيديو كله افادة واستفادة، فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر. وكيف العادة كنتمنى من لاول مرة كيشاهد القناة انه ينضم اليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبله باذن الله. ايضا ما تنساوش لي لايك او جيم الفيديو هكذا باش يقدر يطلع ويتشاف ويوصل الناس اللي مهتمين بهذه المنتوجات. كما شفتوا معايا منظمات واجهزه لتنظيم وترتيب المنزل وتوفير الحياه اليوميه. فهنايا عندنا واحد المبشره او قطاع ديال الخضر والفواكه اللي ضروريه في كل مطبخ، فايضا اللي كتوفر الوقت والمجهود اليومي، فكتوفر على عدة رؤوس. ايضا كتوفر على واحد القباطة اللي جد عملية باش هكا متفادوا انكم تقيسوا اليدين ديالكم. ايضا هنايا عندنا مجموعة ديال المنظمات بالنسبة ديال التوابل، كذلك هنا عندنا حامل المناديل، فاجهزة ومنظمات اللي غتفيدكم واللي غتسهل عليكم الحياة اليومية. فاما بالنسبه للناس اللي كيسولوني على هاد المنتوجات فين تقدروا تلقاوهم، فمجموعه ديال الاجهزه والمنظمات اللي هي متوفره على فقط الاسواق العاديه، وكاينين منهم اللي متوفرين على مجموعه ديال جروبات اونلاين على الفيس، كذلك تلقاوهم حتى في صفحات ديال التليجرام، كذلك كاينين متوفرين اللي تيكونوا منتوجات حصريه فغتلقاوهم في مواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه مثل موقع علي اكسبريس او موقع امازون وغيرهم، فيمكن لكم طلب جميع المنتوجات من هناك. ايضا هنايا مجموعه ديال المنظمات اللي يمكن لكم تستفدوا منهم في التنظيم سواء الالعاب او الملابس، فهما متعدده الاستخدامات. فايضا منتوج لي جد رائع كذلك لتوفير الوقت بالنسبه لهاد الاجهزه هذه، فهي جد عمليه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت، فاجهزه اللي هي سريعه الطبخ، كذلك فهي متعدده الطبخات، يعني فهي كتحمر كما كتشاهدوا معايا، كتقلي في نفس الوقت انها يمكن لكم انكم تطيبوا فيها كذلك الخبز، فاجهزه اللي غتنال الاعجاب ديالكم اكيد واللي غتستفدوا منها بزاف. فطبعا اجهزه اللي هي كهربائيه، فكما كتشاهدوا منتوجات اللي غتسهل عليكم الحياه اليوميه بصفه عامه. ايضا من منتوجات اللي جد رائعه فهذه الاجهزه هذه ديال الطواليت الحديثه، فغادي تفيد الناس اللي كبارين في السن او الناس اللي تيكونوا مرادين، فأجهزة اللي صراحة جد عملية ومميزة، كذلك هنا ممسحة اللي جد عملية اللي كتوصل الأماكن اللي كتكون صعيبة، فممسحة اللي جد حديثة وذكية اللي بتصميم ديالها الممتاز اللي كتوصل الأماكن اللي كتكون صعيبة باش أنكم تقدروا تمسحوها. أيضا من الحاجات اللي هي أساسية فهاد الأغطية ديال القرقرة، فكتحميك باش أن القرقرة ديالكم ما تخنقش نهائيا. كذلك هنا عندنا أداة اللي جد عملية في تحضير مجموعة ديال الوصفات على شكل كرويات بأشكال اللي هي متنوعة وبسيطة في نفس الوقت، طريقة ديالها أيضا سهلة في الاستخدام. أيضا هنا منتوجات للبيبي اللي كتسهل باش أنهم يتناولوا العصائر أو الوجبات ديالهم السائلة، كذلك هنا عندنا مجموعة ديال المصابيح جديدة اللي يمكن لكم أيضا توضعوها في المطبخ أو في الغرف النوم للإضاءة ديالها كتكون خافتة جدا، هكا كتفادوا باش الأشخاص اللي كيكونوا ناعسين ما تفيقوهمش. كذلك هنا أنواع ديال المظلات الحديثة بأشكال وتصاميم اللي جديدة وممتازة ايضا، فايضا الشكل ديالهم زوين وطبعا الجوده ممتازه كما قلت لكم. فمجموعه ايضا ديال الاغطيه ديال السرير اللي باشكال متنوعه ايضا بزخرفه ورسومات بالنسبه للاطفال كذلك بالنسبه للبيبي، فايضا هي كتمتاز بانها ما كتدخلش نهائيا السوائل. كذلك من الحاجات الاهميه والضروريه في كل منزل فهاد الزوايا كتكون خطر بالنسبه للاشخاص او بالنسبه للاطفال، فهاد التوشيات هكا يمكن لكم انكم تاخذوهم اللي مصنوعين من السيليكون، فهكا لا قدر الله سقط شي طفل يتفادوا باش ان الاضرار كتكون خفيفه. ايضا هنايا عندنا مجموعه ديال كوبيل
لأوتوماتيكي، فيمكن لكم أيضا تاخذوا الحجم الصغير وكاين الكبير، فالطريقة ديالو سهلة كما كتلاحظوا معايا. فأيضا هنا توشيات كذلك بأشكال جديدة اللي يمكن لكم أيضا تاخذوهم، فهما متوفرين في الأسواق العادية. وندخلوا لهذا المقطع واللي فيه سخان اللي هو ضروري في الطاولة ديال الصينيين أو اليابانيين، فهما معروفين بأنهم كي يأكلوا الأكل بواحد درجة عالية جدا. فسخان اللي على شكل دوار اللي كيدور كما كتلاحظوا معايا، فأجهزة اللي هي أيضا اللي كتوفر الوقت، أو بالنسبة لهاد الأجهزة هذه فهي أجهزة اللي يمكن لكم أيضا متعددة الاستخدامات، يمكن لكم أيضا تحدوا فيها حتى الملابس، تسخنوا فيها بزاف ديال الحويجات المجمدة. كذلك هنا مجموعة ديال المنظمات بالنسبة للدولاب، فتوشيات يمكن لكم توضعوا فيها كالجوارب أو الشالات أو الملابس الداخلية. كذلك هنا عندنا أداة لجد عملية في تقطيع أو تقشير الخضر والفواكه بطريقة اللي هي سهلة، أداة اللي صراحة جد عملية واللي أيضا كتوفر الوقت وأي مجهود. فايضا هاد الادوات هادو فهما متوفرين غير في المتاجر اللي كتكون عاديه، فما عليكم كما كنقول لكم الا تقلبوا جيدا واكيد غادي تلقاوهم. ايضا هنا جهاز كذلك جهاز كهربائي بالنسبه للتدفئه او انكم تسخنوا او تنشفوا بهم الاحذيه كذلك حتى الملابس. وندوزو لهذا المقطع. ايضا عندنا مجموعه ديال المنظمات بالنسبه ايضا الحويجات اللي تيكونوا هكذا صغارين، فحويجات اللي هما ضروريين باش انهم يوفر لكم ايضا مساحات في الدولاب، فايضا كيتوفر على جوج مجوره والثالث مجير صغير. كذلك هنايا من الحاجات المهمه والاساسيه لكل منزل، فهاد الشتاء اللي جد عمليه اللي كتحك بواحد الطريقه اللي سهله وتحيد جميع الاوساخ، كذلك توصل للزوايا اللي كتكون صعيبه، فحويجات اللي هما ضروريين لكل منزل اكيد غادي تستافدوا منهم بزاف. ايضا هنايا عندنا واحد الخديديات اللي باشكال متنوعه سيغتو الاطفال، فشكيل ديالهم زوين واكيد الجوده ديالهم ممتازه جدا. ايضا هنايا اداه لجد عمليه في تعصير الخضر والفواكه، كذلك هنايا علاقه بالنسبه للدولاب اللي كتوفر ايضا المساحات الاضافيه، فعلقات ايضا بواحد الشكل اللي هو خرج جديد. كذلك كوبيل اللي بالنسبه للسيارات، فاكيد كوبيل اللي هو ضروري واساسي في كل سياره، فبالنسبه لهاد المنتوجات هذه فكما قلت لكم غادي تلقاوها في مجموعه ديال المواقع ديال بيع الاجهزه الالكترونيه. ايضا انضموا الى الصفحه ديالي اللي هي عالم هبه طب ارتيكل على صفحه الفيس، اللي يمكن لكم ايضا تتابعوني فيها وتنزلوا لي جميع المنتوجات اللي عجبتكم، وانا بدوري غنزل لكم جميع الروابط اللي تقدروا انكم تستافدوا منها. فكما قلت لكم هنا مجموعه ايضا ديال منظمات سيده الصينيه او اليابانيه اللي كترتب المنزل ديالها وكتنظمه بواحد الطريقه اللي سهله. كذلك منظمات بالنسبه للحمام، شبكه اللي جد عمليه اللي يمكن لكم ايضا تستافدوا منها، ايضا هي اللي قابله للطي ما كتاخذش مساحات كبيره. فايضا هنا عندنا واحد الرف اللي يمكن لكم ايضا تلصقوه بلا حفير، فيمكن لكم ايضا تاخذوا الرف اللي بالحجم الكبير، ايضا كتوفر الحجم الصغير. كذلك هنايا عندنا توشيات اللي يمكن لكم ايضا تمسحوا بهم هكذا الحمام اللي كيتمتصوا السوائل بكل سرعه. كذلك مجموعه ديال المنظمات والمنظفات اللي غادي تفيدكم بزاف سيغتو المطبخ. فبالنسبه لهاد المنتوجات كما كتلاحظوا معايا فكلها كتعلق وقابله للطي، هكذا حاجه اللي هي مميزه في هاد المنتوجات الحديثه. ايضا هنا ممسحه اللي هي ذكيه اللي كتمسح واحد الشكل جيد وبطريقه اللي سهله، فمنتوجات اللي كتوفر الوقفه في المطبخ او في المنزل، اجهزه اللي اصبحت كذلك بواحد الجوده وبواحد الشكل اللي هو صغير كما قلت لكم وهو اللي قابل للطي. كذلك فهما هاد المنتوجات الحديثه فهي غتناسب جميع الفئات او جميع المنازل الصغيرة، واخا تكون المساحة ديالها صغيرة، ف
فهكا منتوجات اللي كما قلت لكم ما غتاخذكمش مساحه كبيره في الغرف او في المطبخ او في الحمام، وهذه شي حاجه اللي هي مميزه وجديده في هذه الاختراعات الصينيه او اليابانيه. كما شاهدتوا معايا ايضا مجموعه ديال الادوات والمنظمات بالنسبه للحمام، كذلك شكيلات اللي هما كيوت وزوينين بالنسبه للصنبور، اكيد غادي يحبوه الاطفال ديالكم. كذلك هاد المنتوجات هذه فهي متوفره في المتاجر العاديه، فبالنسبه للناس اللي كيسولوني على هاد الاسواق فاسواق اللي هي متنوعه كما قلت لكم وذكرت مسبقا في اول فيديو. فبالنسبه للناس اللي متابعيني من داخل المغرب فخليوا لي التعاليق لتحت وانا ننزل لكم الرابط ديال صفحه ديال البيع هاد المنتوجات واللي متوفره بالضبط مدينه الدار البيضاء. ايضا هنايا واحد الفرشات كذلك لجد عمليه في تنظيف التواليت، كذلك هنا لاصقات بالنسبه ايضا للتواليت، حاجات اللي هي اساسيه في كل حمام، كذلك حامل المناديل فكوبيل، ايضا علقه بالنسبه للاحذيه، فمجموعه ديال الادوات والمنظمات اللي هي اساسيه واللي غتمنها كل سيده بيت اكيد، واللي باش انها تقدر انها تستفد منها وتوفر لها حياه افضل، حياه كلها رفاهيه بهاد المنتوجات كما قلت لكم. فكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تبخلوش على اختكم بلي لايك وبارطاج مع الاهل واصدقاء، وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.